تحذيرات بمخاطر أمنية في ظل استمرار التواجد الأمريكي في العراق ومطالبة بضرورة إنهاء وجوده. خلال لقائه لافروف، الدكتور إبراهيم الجعفري يشدد على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين العراق وروسيا. والهدنة المؤقتة في الغوطة الشرقية تدخل حيز التنفيذ، والقصف التركي على أفرين يوقع عشرات الشهداء والجرحى المدنيين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من محافظة النور كركوك، ومن بوتقة الانصهار العراقي، من نيران بابا جورجو، نبدأ نشرتنا مشاهدينا، إذ يقوم جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تفتيشية في منطقة المصلى، إذ ما زالت الخلايا الدائمة تعبث بأمن المحافظة الغافية على حقول الخير والعطاء من خلال تعرض إحدى مفارز الجهاز لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية. ومن أخطر الملفات التي تقض مضاجع العراقيين ألا وهو ملف التواجد الأمريكي، إذ إن هذا التواجد يمهد بشكل كبير لعودة زمر الإرهاب لبلاد الرافدين. ومن هذين الخبرين المحليين نطير معكم إلى حيث الصقيع الروسي الملفع بالدفء العراقي، ومع ترأس الدكتور إبراهيم الجعفري وفد العراق للمشاركة باجتماعات الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقية الروسية التي تمنح البلاد أملا جديدا باستنشاق الهواء العالمي. ومن الصراع على الأرض في الشام تجسدت تلك الحرب بكل معانيها من خلال الدبلوماسية في مجلس الأمن، وكانت النتيجة أن دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ، وسرعان ما خرقت من الجانب التركي وأذنابه، مصداقا لكل التحليلات القائلة بأن الهدنة ستكون لإعطاء الإرهابيين طول نفس هم بأمس الحاجة له. مشاهدينا، ملفات أخرى تتابعونها في سياق نشرتنا، لكن بعد هذا الفاصل. في تفصيلتها مشاهدينا، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب عملية تفتيش في منطقة المصلى بمحافظة كركوك. مركز الإعلام الأمني في بيان له أوضح أن عملية التفتيش جاءت بعد تعرض إحدى مفارز مكافحة جهاز الإرهاب لإطلاق نار من قبل عناصر إرهابية. هذا وكانت القوات الأمنية قد شنت عملية أمنية في ناحية ألتون كوبري بأطراف محافظة كركوك. دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إلى تجديد الجهد الاستخباري في كركوك وتطويق المحافظة بالجيش من جميع الجهات. الصالحي قال إن الإرهاب يواصل استهداف مقرات الجبهة التركمانية في ظل تجاهل وزارة الداخلية عن تكليف ضباط مهنيين لتولي المسؤولية الأمنية في كركوك، مبينا أن المحافظة تشهد فوضى أمنية مع قرب إجراء الانتخابات النيابية. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن قرار وجود الدعم العسكري الأمريكي في العراق من عدمه مرتبط بإرادة الحكومة العراقية. المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ذكر أن الدعم العسكري الذي قدم للعراق تم بناء على طلب من الحكومة العراقية، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد كشفت أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق لأكثر من 20 عاما، وهي ليست بحاجة إلى تفويض من أي طرف. حذر القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري من مخاطر أمنية إزاء استمرار التواجد الأمريكي في العراق. النوري قال إن التواجد الأمريكي في الوقت الحالي يمهد الطريق أمام الإرهابيين للدخول إلى البلاد مرة أخرى، مضيفا أن القوات الأمنية لديها القدرة على حماية البلاد.
مطالبا الحكومة بأن تعي بخاطر هذا الوجود وتتخذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الملف. شاهدنا ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أي موضوع كركوك ومآلات أمورها، ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة مسؤول الجبهة التركمانية في المحافظة الأستاذ قازم قزانشي. أستاذ قاسم، كل التحية لك من على شاشة بلادي الفضائية. في البداية، كيف تقيم الوضع الأمني في المحافظة في ظل استمرار حملات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمنية؟ لك الكلمة أستاذ قاسم. طبعا نحن من دافعنا من كركوك بعد قبل 16/10 وبعدها، نحن نطالب من الدولة، من الحكومة المركزية، دائما السلاح يكون بيد الدولة ورجع هيبة الدولة إلى هيبتها في كركوك وأطراف كركوك. ولكن استهداف بعض المقراتنا وخاصة المقرات التركمانية كثرت في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد. نحن طالبنا من الحكومة المركزية ومن السيد العبادي خاصة لإعادة النظر وإعادة هيبة الدولة في كركوك ويكون السلاح في يد الدولة. كنا نطالب هذا لأن هناك بعض الانفصاليين وبعض القضايا الإرهابية فاعلة لحد الآن مع الأسف الشديد في البارحة في الليل، وخاصة هذه الأمور التي تحدث في تجاهل لوزارة الداخلية. مع الأسف الشديد قبل كذا أيام طالبنا لإعادة بعض الضباط الكفؤين وخاصة من التركمان للأجهزة الأمنية ليكونوا مهنيين أكثر. مع الأسف تجاهلت الوزارة الداخلية بهذا القضايا اللي طلبناها. طيب. مع الأسف تحدث قضايا إخلالات وخاصة لمقراتنا التركمانية للجبهة التركمانية العراقية. أستاذ قاسم، يعني هناك أنباء سيد الفاضل تتحدث عن وجود خطط للدواعش وما يسمون بالرايات البيض لمهاجمة حقول النفط في المحافظة، يعني صحة هذا السيناريو من عدمه برأيك أستاذ قاسم؟ والله بعد 16/10 كما قلت هناك إشاعات كثيرة من قبل بعض النفوس الضعيفة، بعض الجماعات الداعشية وبعض الجماعات الإرهابية لخلخلة الأمن والاستقرار في كركوك، لأن بعض الأشخاص وبعض الأحزاب لقد تضرروا من دخول الجيش لكركوك ورجوع هيبة الدولة. هذه قضية استخباراتية تعود إلى الدولة، يجب على الدولة وفي خاصة في كركوك الاستخبارات يكون معلوماتهم دقيقة وأجهزتهم فعلا ناشطة يجب يكون حتى يعرف هذا. ونحن يجب على الدولة أن تكون دائما مستعدة لحماية أهلها في أي محافظة كانت وخاصة في كركوك. أستاذ قاسم، يقال أن هناك في المحافظة أو داخل أروقة المحافظة جدل حول موضوع المناصب الأمنية، هل تم التوصل إلى حلول توافقية بشأن هذا الموضوع؟ حسب رأينا لحد الآن، لحد هذه اللحظة، لم يتم التوصل لاتفاقات سياسية، لأن هذه الاتفاقات يجب أن يكون توافقات سياسية لحماية أمن كركوك وأطراف أمن كركوك. مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك الأستاذ قاسم قزانشي، جزيل الشكر لحضرتك لانضمامك معي عبر سكايب في نشرة أخبار بلادي من كركوك، شكرا لك. صفقات العراق مع روسيا على مستوى التسليح تعكس الحرية التي يتمتع بها في اختيار مصادره، الأمر الذي لم يلقى المقبولية عند واشنطن التي لوحت باستخدام عقوبات ضد كل من يتعاقد لشراء أسلحة متطورة من روسيا. صباحك. تلقي المنافسة الأمريكية الروسية في سوق السلاح العالمية تعقيداتها على بلدان عدة منها العراق، فقد قوبلت نوايا الأخيرة الراغبة بامتلاك منظومة الأس 400 روسية متطورة للدفاع الجوي بالتلويح باستخدام عقوبات من قبل إدارة ترامب، و
وشرعت تلك بموجب قانون يسمى مواجهة أعداء الولايات المتحدة، وينص على معاقبة من يتعاقد لشراء أسلحة متطورة سواء من شركات من روسيا أو أي دولة أخرى ترى فيها أمريكا تهديد لمصالحها. وتتفاخر الولايات المتحدة بأنها ألحقت خسائر بقطاع الصناعة العسكرية الروسية قدرت ب3 مليارات دولار. في بنود الاتفاقية الأمنية لا يوجد هنالك بند يضغط على العراق أو يلزم العراق فيما يتعلق بأنه يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي البائع الوحيد للسلاح. اليوم عندما نتحدث عن السيد العبادي أو نتحدث غدا عن رئيس وزراء، بالتأكيد عليه أن تكون لديه أكثر من نافذة يستطيع من خلالها أن يحاول أن يحدث ويطور بدون أن تكون هنالك إملاءات خارجية أو اشتراطات. وتشير قراءات متعمقة في حال التنظيمات الإرهابية بعد الهزائم التي لحقت بها في سوريا والعراق وبالاعتماد على بعض المصادر والمعلومات الاستخباراتية إلى أنها قد تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية بطائرات على غرار ما جرى في الولايات المتحدة، وهو ما أكده رئيس اللجنة الأمنية في السلطة التشريعية أن المجاميع الإرهابية قد تستخدم تلك الطريقة الإجرامية في استهداف المراقد المقدسة في العراق في حال توافرت الظروف لها. أمريكا بعظمتها وبقوتها تم استهداف البنتاغون ومركز التجارة العالمي لطائرات تم استخدامها من قبل الإرهابيين، وهذا باحترام الأمريكان. بعد أن تكون لدينا منظومة جوية متماسكة ومتمكنة تستطيع أن تمنع أي اختراق جوي. نحن الآن في العراق لدينا منظومة دفاع جوي تحتوي على أسلحة أرض جو وأيضا سواء متوسطة خفيفة وأيضا ممكن أن تعالج الأهداف الجوية. نحن بحاجة أيضا إلى أن نطور نفسنا وأن نتدرب وأن نتسلح وأن تكون لدينا القدرة والقابلية على مواجهة ما هو يكون في المستقبل. التحذيرات الداخلية والخارجية من تنامي قدرة الجماعات الإرهابية مرة ثانية لطاقات تمكنها من إحداث أضرار في البلاد توازي ما جرى في الأعوام الماضية تحتم على بلادنا ضرورة الإسراع بامتلاك أسلحة متطورة تمكنها من إيقاف المخططات الإرهابية والقضاء عليها قبل تنفيذها من قبل من تبقى من العصابات الإرهابية، وهو يتوارى عن الأنظار بعدما تحول لخلية نائمة تصحو في أوقات محددة لإثارة التوترات الأمنية وإلحاق أضرار بالأبرياء والبنى التحتية. صباح حكيم، قناة بلادي. ترأس الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية وفد العراق للمشاركة باجتماعات الدورة 7 لأعمال اللجنة المشتركة العراقية الروسية في موسكو. الدكتور إبراهيم الجعفري بحث العلاقات المشتركة بين بغداد وموسكو والأوضاع الدولية في لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي شدد خلاله على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين. لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري تركز على مناقشة تعزيز العلاقات السياسية بين بغداد وموسكو وتنسيق مواقفهما في العديد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية. الوزير الروسي هنأ العراق بجهوده الكبيرة وانتصاراته التي حققها في مكافحة الإرهاب الذي اعتبره الدكتور الجعفري بأنه نصرا ليس للعراق وحده بل إنه لجميع دول العالم التي تكافح هذه الآفة الخطيرة. نحن هنا لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المنطقة وأيضا التي تهم العراق، ونحن ندعم جهود الحكومة في مساعيها للحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وتحقيق الوفاق الوطني. ملفات متعددة، خصوصا أن هناك أعداد من العراقيين هم أعضاء بالوفد يتبعون وزارات مختلفة. الآن هم كفريق عمل يجلسون وينسقون بيناتهم، وإن شاء الله نطلع بورقة عمل مشتركة بين الطرف العراقي المتمثل في هذه الوزارات وبين الطرف الروسي الاتحادي. بدوره المنبر الديني ورئيسه مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين أشاد خلال لقائه بالدكتور إبراهيم الجعفري بتكاتف الشعب العراقي وتوحده للتخلص من الهجمة الإرهابية التي حاولت تشويه الدين الإسلامي الحنيف، مشددا في الوقت نفسه على أن التسامح والوئام هما السبيلان الوحيدان لإعادة عراق الحضارة إلى موقعه الطبيعي في الحضارة العالمية. لبغداد حظوة كبيرة لدى المسلمين في روسيا، وهم اليوم يساندون العراق وشعبه في التصدي للإرهاب الدولي الذي يحاول تشويه صورة الإسلام الحقيقية.
الروس أكدوا خلال اللقاءات استعدادهم الكبير للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق في المجالات الإعمارية والبنى التحتية والتبادل العلمي بين المؤسسات التعليمية والدينية للدراسة في الجامعات والمعاهد العالية في كل من روسيا والعراق. زيارة وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الجعفري إلى موسكو يرى فيها المسؤولون الروس بأنها تبشر بمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين في ظل رغبة روسية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق. كريم مظفر، قناة بلادي، موسكو. أكد عضو تيار الإصلاح الوطني الدكتور محمد الشكري أن مد جسور الثقة بين المواطن والمسؤول في صلب البرنامج الانتخابي لتيار الإصلاح الشاكري، وفي تصريح سابق لبلاد الفضائية شدد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة محاربة المفسدين بشتى المفاصل. حقيقة أن نظرة التيار تيار الإصلاح الوطني في جانب التغيير كانت التوصيات أغلبها تسعى إلى ترميم مستوى العلاقة، بل إعادة جسور الثقة بين المواطن والمسؤول، حيث أن هذه الثقة إذا فقدت فقد معها الكثير. الأهداف الأساسية للتيار الوطني لتيار الإصلاح الوطني هو السعي الجاد إلى بناء شخصية الإنسان العراقي قبل كل الاعتبارات الأخرى، لأن بناء شخصية الإنسان العراقي هي التي تؤدي إلى بناء دولة المؤسسات، وبالتالي هذا يتطلب منا جهودا كبيرة كعراقيين، ليس كتيار إصلاح وطني فقط، كعراقيين جميعا يجب علينا أن نتحد وأن نتعاون. بعد صدور القوائم الانتخابية للمرشحين في محافظة ذي قار، أعربت الأوساط الرسمية والشعبية عن تطلعها لتغيير الوجوه واختيار الأصلح والأكفى للمرحلة المقبلة، داعية إلى ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات. مروى الشمري. اقتربت الانتخابات وبات الحديث عنها متداولا بين الجميع، فمع صدور القوائم الانتخابية الجديدة وأسماء المرشحين حتى بدأت تطلعات الشارع الناصري بالتغيير وانتخاب الأكفئ والأجدر. المرحلة المقبلة مرحلة حرجة جدا، خصوصا احنا خارجين من معركة داعش، إضافة الوضع الاقتصادي وأزمة اقتصادية متعلقة بالشحة المالية ومشاكلها. عليهم أن أيضا على المرشحين أن يوضحوا برامجهم، يكونوا صادقين مع المواطنين، لأنه المرحلة المقبلة ستكون حساسة جدا. أعتقد أن هناك ستكون نسبة مشاركة إلى حد ما جيدة، لكن ستكون دون مستوى الطموح، لذلك دعوة للمواطن إلى تصحيح المسارات. اليوم الكرة في ملعبه والاختيار اختياره، هو من يحدد شكل الحكومة القادمة. بين التفاؤل والاستياء، أكد المواطنون على ضرورة أن يتشارك الناخبون بفاعلية كبيرة بما يضمن وصول الأفضل للسلطة من خلال التطلع لبرامجهم الانتخابية التي تهدف لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء. كمواطنين كمتابعين نود من المواطنين أو الناخبين، بغض النظر عن الناخبين التابعين لسياسات معينة أو لأحزاب معينة، أن يختاروا المعرفين أبناء المدينة المعروفين ليكون هناك نتاج جديد أو عمل جديد أو تغيير في عن السابق. هناك أشخاص يعول عليهم كثيرا وأشخاص وطنيون شرفاء، لكن للأسف لم يستطيعوا أن يعملوا بسبب ضغوط سياسية، ضغوط الكتل السياسية، ضغوط رؤساء الكتل، سياسات الدولة بصورة عامة دون المستوى المطلوب. لذلك لا أسمي الأشخاص، بل أقول أن هذه الانتخابات القادمة محبطة وستكون
مرحلة أخيرة إن شاء الله من مرحلة الفشل. قوائم جديدة وتحالفات مختلفة بين كافة المكونات السياسية تتنافس فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان، أبات الكلام عن الأوفر حظا حديثا مبكرا بانتظار ما ستؤول إليه الأسابيع المقبلة، علها تفرز وجوها جديدة تعمل على خدمة البلد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصري. يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء جلسته لمناقشة قانون الموازنة العامة. اللجنة القانونية النيابية أكدت أن نسبة إمكانية تمرير الموازنة بالجلسة لا تتعدى 50%، هذا وكان من المقرر أن تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا لها لمناقشة الاتفاق على الموازنة، إلا أنه تم إرجاؤه بسبب سفر رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى دولة قطر. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الموازنة ستمرر في جلسة الأربعاء المقبل سواء كان بحضور النواب الكردي أم بعدمه. عضو اللجنة جبار العبادي قال إن رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي رفض زيادة وتعديل نسبة إقليم كردستان في الموازنة، وبين أن هناك توجها نيابيا بتمرير الموازنة بالأغلبية السياسية. رغم المؤشرات السلبية التي تشوبهم شخصيات سياسية ما زالت أياديها ملطخة بدماء العراقيين تحاول الدخول إلى المعترك الانتخابي، مراقبون عزوا ذلك لعدم سن قوانين تحت قبة البرلمان تردع مثل تلك الشخصيات عن الترشيح للانتخابات المقبلة. عبد الله نوري. جروح عميقة تركها بعض الشخصيات السياسية في ذاكرة العراقيين، منهم من حرض على الاقتتال الطائفي ومنهم من دعم الإرهاب، سياسيون بصبغة داعشية يرجح دخولهم العملية السياسية من أوسع أبوابها عبر ترشحهم للانتخابات المقبلة. أولى هذه الشخصيات ليث الدليمي، عضو مجلس محافظة بغداد الأسبق والذي قضى فترة 5 سنوات في السجن بتهم الإرهاب بعد اعترافه في وقت سابق عن إدارة وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العاصمة. تمت تنظيم القاعدة على يد صفاء عادل ملقب أبو شجاع ضمن قاطع التاجي. اغتيال شخص اسمه عودة نفذت آني قتلته بالمسدس، وأبو شجاع كان سوق السيارة. ثاني هذه الشخصيات يحيى الكبيسي، ناشط إعلامي يدعي المعارضة ويقدم في وسائل الإعلام على أنه محلل سياسي، اشتهر بمغالطاته الطائفية وتحريضه المستمر على القوات الأمنية والحشد وتمجيده المبطن لداعش. لا مرجعية في العراق تعتبر بها هذه الميليشيات. هذه الميليشيات اليوم تريد تكون بديلا عن الدولة، وهي التي تحدد من هو الجيد ومن هو السيء. ثالث هذه الشخصيات صاحب المواقف الداعمة للعصابات الإرهابية هو ظافر العاني، الذي كان هاربا خارج البلاد طيلة الفترة الماضية بسبب تبنيه الخطاب الطائفي أيام ساحات الاعتصام سيئة الصيت. أنا ابن ساحات الاعتصام، طيب، وأنا يعني أتشرف بأني اعتليت منصات الاعتصام ودافعت فيها عن مطالب الناس وما أزالهم من بها. أما الرابع فهو أحمد لمساري، الذي طالما شنف أسماعنا بتصريحاته التحريضية والطائفية التي يتحدث فيها عن قيام القوات الأمنية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. نقف بقوة ضد أي انتهاك سواء كان من الحشد أو من الشرطة الاتحادية أو من الجيش أو أي جهة. مضر شوكت خامس الشخصيات التي تبغي العودة للعملية السياسية من خلال تحالفه مع كيانات لها ثقلها في الوسط السياسي متناسيا تصريحاته السابقة. الحشد الشعبي لا يحمل عقيدة وطنية، الحشد الشعبي يحمل عقيدة طائفية. وبحسب مراقبين فإن إخفاق البرلمان في سن القوانين الرادعة للمحرضين ومثيري الفتنة كان عامل أساس لعودة هذه الشخصيات للواجهة من جديد. أما الشارع فما زال ينتظر تحركا حكوميا لإبعاد كل من دعم الإرهاب عن العملية السياسية، خاصة وإن العراق مقبل على أشرس انتخابات إذا ما قيست بالدورات الثلاث السابقة. عبد الله نوري، بلاد الفضائية، بغداد.
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود ملفات فساد خطيرة في وزارة العدل. عضوة اللجنة أزهر الطريحي قالت إن هذه الوزارة تضم أكبر ملف فساد يتعلق بتزوير عقارات المواطنين والدولة، مبينة أن حيتانا سياسية كبيرة هي خلف هذه الملفات. وأكدت الطريحي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم كشف كل هذه الملفات والجهات المتورطة فيها. فضيحة تورط نقيب الصيادلة العراقيين بالاتجار بأدوية فاسدة أثارت ردود أفعال سياسية وشعبية واسعة، حيث حذرت تلك الأوساط من تسوية هذه القضية كباقي ملفات الفساد السابقة. حسين أحمد. ما انضج الرأي العام نوعا ما بعد الفضيحة التي تفجرت مؤخرا بشأن اعتقال نقيب الصيادلة العراقيين مرتضى الشرافي عقب اعتراف نائبه عن تورط الاثنين بصفقة أدوية فاسدة تم ضبطها في أحد موانئ البصرة، حتى توالت ردود الأفعال المطالبة بضرورة أن يأخذ القانون طريقه في ردع المفسدين مهما كانت مواقعهم. أول ردود الأفعال كانت بإجماع أعضاء النقابة الإداريين على إقالة النقيب، فضلا عن فضح ملفات أخرى تتعلق بارتباطه بمنظومة مشابهة للمنظمات الإرهابية تبغي قتل العراقيين بطريقة مختلفة. فرئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بصفقة الأدوية الفاسدة التي استوردت بتواطؤ ومشاركة من النقيب المقال كشف أن الصفقة تمت بالتعاون مع بعض الدول، وإن النقيب دفع مبلغ 400 مليون دينار و250 ألف دولار لمحاميه بغية إخراجه بكفالة، تمت بالتعاون مع ضباط تحقيق صغار وفاسدين حسب قوله، بعد أن قاموا بتحويل المادة الجنائية المتهم بها إلى مادة تسمح بتكفيله بمبلغ 25 مليون دينار على أن يمنع من السفر ويحضر لجلسة المحاكمة. من جهة أخرى أكدت عضوة اللجنة القانونية النيابية عليا صيف أن نقيب الصيادلة لا يجوز له ممارسة مهامه إلى حين انتهاء التحقيق في القضايا والاتهامات الموجهة إليه، مبينة أن إطلاق سراحه بكفالة يعني أن القضية لم يتم حسمها، بعد مطالبتها السلطة التنفيذية والقضاء بالتدخل لكبح جماحه بعد خروجه بكفالة وممارسته مجموعة من الأساليب البوليسية الانتقامية بحق بعض أعضاء النقابة الفاعلين. وتكشف مصادر جملة من الشهادات والوثائق التي تدين نقيب الصيادلة بممارسته الاتجار بالأدوية الفاسدة بالتعاون مع نائبه نقيب صيادلة البصرة مرتضى الدبوني. أما ما يثير التساؤلات أكثر عن هذا الملف هو التوقيت الذي جاء به، فلماذا لم تكتشف الجهات الرقابية على تعددها وإمكانياتها الفساد الذي يمارسه النقيب طوال الأعوام الماضية؟ وهل ستتم تسوية ملفه كباقي ملفات الفاسدين بصفقة أخرى تسكم الأنوف بضغط من جهة متنفذة؟ حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. أزمة شح المياه في محافظة المثنى أثرت بشكل سلبي على زراعة بعض المحاصيل التي عرفت بها المحافظة. مواطنون طالبوا الحكومة بوضع خطط حقيقية لمواجهة هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة. علي حداد. ما أصاب المثنى نتيجة شحة المياه الحاصلة فيها تسبب بعدم زراعة المحاصيل الزراعية التي عرفت بها المحافظة وحتى على المواطنين، ما جعل أبناء المحافظة يطالبون بخطط حقيقية لا سيما في الأشهر القادمة. وقت مطر يعني شهر تنتهي للمعاي، بس بعدين الشهور الباقيه شلون بيها؟ فاحنا لازم نطالب الحكومه ومن السيد العبادي ان يفكر لهاي شريحه فلاحه، لان هسه اكثر العالم هسه ما زرع خايفه من الماي ولا واحد زرع، حتى اكثر الزراعه الصيفيه كلها جامده ماكو ماي نتخوف من الماي. نطالب طبعا الجهات الحكوميه يعني بحل ازمه المياه اللي يعاني من عندها العراق، وبالتحديد محافظه السماوه، يعني كونها محافظه معتمده على الزراعه بدرجه الاولى والمحاصيل اللي ضررت يعني ضرر يعني جدا واضح، ورجوع هاي الازمه والمضرر الاساسي بدا بالاول طبعا هو المواطن. هطول الامطار على المحافظه لم يساهم بحل هذه المعاناه، وهذا الامر بدا واضحا عندما اعلن محافظ المثنى عن تخوف واضح نتيجه موضوع الحصص، فالاجتماعات ما زالت تعقد لتدارك هذه الازمه. شحة متوقعة للمياه في محافظة المثنى عموم العراق. خططنا حقيقة مصبة على تقليل الضرر. هناك شحة بدخول كمية المياه الداخلة، وهناك شحة في الخزين المتوفر داخل البلاد. نحن حقيقة
أولوياتنا هي توفير المياه الصالح للشرب لأبناء المحافظة، عدم إقحام المزارعين بخطط زراعية وتحملهم تكاليف. بينما تبقى مطالبات تيار الإصلاح الوطني حاضرة تجاه هذا الموضوع، حمل معاناة المناطق ودعا لعقد مؤتمرات تعرف بالمخاطر التي نتجت عن الشحة. عدم اهتمام واضح من وزارة الموارد المائية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أو توفير الحصة المائية الخاصة بهذه المحافظة. مطالبات أبناء هذه المحافظة من خلال حضورهم واتصالاتهم ولقاءاتنا الخاصة بهم، طالبونا بأن نوصل صوت أبناء هذه المحافظة سواء من أرياف هذه المحافظة وأبناء هذه المحافظة للحفاظ على الحصة المائية. المخاوف ازدادت بعد حديث الحكومة المحلية عن أزمة مائية قادمة، فما أصاب المحافظة جراء تلك الأزمة يتطلب الوقفة الحقيقية لإنهاء موضوع الحصة المائية. من محافظة المثنى علي حداد، بلاد الفضائية. وتتابعون في النشرة أيضا مشاهدين، فيتو روسي يسقط مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يتهم إيران بتوريد الأسلحة إلى اليمن. دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية حيز التنفيذ، وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن ممرا إنسانيا سيتم فتحه بأجل إجلاء المدنيين ما بين الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا كل يوم، مبينا أن الهدنة تهدف لتفادي سقوط مدنيين أثناء العمليات العسكرية ضد الإرهابيين. بجانب آخر، رصدت وزارة الدفاع الروسية 9 خروقات للهدنة من جانبي المجموعات المسلحة والقوات التركية. هذا وتشهد الغوطة الشرقية معارك شرسة بين الجيش السوري والمجاميع الإرهابية بعد تطهير الجيش الغوطة الغربية ومحاصرة الشرقية. سامر زرقاء. 7 سنين شكلت فيها الغوطة الشرقية أحد أهم أوراق الضغط المباشر على دمشق، واليوم ورغم قرار مجلس الأمن الأخير إلا أن إرادة التحرير لم تتغير لدى السوريين وجيش بلادهم. العملية العسكرية التي كان ينبغي أن تقتحم كل محاور الغوطة اقتصرت بعد القرار الأخير على مناطق انتشار النصرة وحلفائها، ورغم ذلك حقق الجيش السوري تقدما ملحوظا، مبقيا الباب مفتوحا لكل من أراد من المدنيين أو المقاتلين أن ينحاز عن النصرة أو يلتجئ إلى الدولة. هذا الوجود الإرهابي المستمر ولمدة تزيد عن 7 سنوات في 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 خاصرة في الخاصرة الرخوة لمدينة دمشق في منطقة الجوبل، اليوم الجيش السوري وضع يده عليها وباتت القوات السورية تتقدم لاقتلاع هذا الوجود الإرهابي من هذه المنطقة، وبالتالي باقتلاعهم منها سوف لن يكون بيد الأمريكي أو الفرنسي أو الإسرائيلي أو السعودي، لن سيسقط بيده ولن يكون قادرا على الإعاز لقواته البديلة مرة أخرى لتهديد مدينة دمشق. تقسيم مسلحي الغوطة إلى إرهابيين ومعتدلين أمر لا يقنع أهالي دمشق الذين خبروا قذائف وتفجيرات وإرهاب الفئتين، لكنهم يتعاملون هم وحكومتهم مع هذا التصنيف الدولي كأمر واقع. فهنا المعتدل والمقصود به جيش الإسلام تفوق على النصرة في أحيان كثيرة عندما وضع المختطفين من المدنيين السوريين في أقفاص وجال بهم في شوارع الغوطة. واليوم مع عمليات الجيش على محور الزريقية والنشابية وحزرمة يظهر جيش الإسلام والنصرة تنسيقا مشتركا، حيث تتوزع السيطرة بين الفصيلين هناك. ورغم أن جيش الإسلام بمعظم مناطقه خارج نطاق عمليات الجيش السوري، إلا أن هذا لا ينفي تنسيقه وتخادمه مع النصرة. وكذلك الأمر ينطبق على فيلق الرحمن وأحرار الشام، حيث تدرك هذه الفصائل التي تسمى معتدلة أن سقوط النصرة يعني انكشاف مناطقهم أمام تقدم الجيش. مجموعة التنظيمات الإرهابية في الغوطة مرتبطة جذريا وعضويا مع جبهة النصرة، وهذا سوف يؤدي إلى انكشافها لاحقا. التقدم الجيش تقدم جيد، ولكن حذر للحفاظ على أرواح المدنيين. لو استثنينا وجود المدنيين في الغوطة لتم اجتياح الغوطة خلال أيام ولتم تحريرها من قبضة المسلحين.
أسلحة كثيرة تحارب بها النصرة وجيش الإسلام والفصائل المختلفة، قد يكون شدها وقعا هو السلاح الذي يلجأ إليه المسلحون كلما أحسوا بالخطر، وهو سلاح الاتهامات للدولة باستعمال السلاح الكيميائي وتحميلها المسؤولية. ورغم أن الاتهامات قديمة وغير منطقية ومستهلكة، إلا أنها لا زالت تلقى رواجا لدى أمريكا وحلفائها، خصوصا مع تحول الإنسانية إلى عملة تصرفها بعض الدول لشراء مصالحها. لكن ما يعطي السوريين الأطمئنان هو الثقة بجيشهم وخبرتهم في تفنيد هذه الاتهامات، وعلمهم أن من يستدر العطف الدولي ببعض الصور الزائفة هو نفسه من يقصفهم يوميا ويقتل سلام مدينتهم. دعوات من دمشق إلى غوطتها للثقة بالجيش السوري، المعابر الإنسانية والإرشادات وضعها الجيش في المنشورات الملقاة من الطيران، وأصبحت الآن في يدي من يريد الأمان من أهالي ومقاتلي الغوطة. سامر زرقا، بلاد الفضائية، دمشق. تباينت وجهات النظر الإيرانية حول الهدنة في سوريا بين من يعدها أجندات أمريكية غربية لإتاحة فرصة للإرهابيين من أجل استعادة قواها، ومن يأمل بأن يعم الأمان في أنحاء سوريا لتنعم بالسلام. عقل عادل. رغم تعديل قرار الهدنة بجهود سورية إيرانية روسية في مجلس الأمن بشأن استمرار المواجهة مع إرهابي جبهة النصرة داعش والقاعدة، إلا أن القرار المعدل لم يحل دائقة العسكرة الإيرانية، مع هذا ستلتزم به كما تقول. هذا ما برز جليا في تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة، فمن وجهة نظره كافة الهدن هي خطط تتشبث بها أمريكا وحلفائها لإخراج الإرهابيين من المهلكة عندما يتلقون الصفعات يمينا ويسارا من المقاومة. هذه المرة وكما في السابق، فإن الذين لا يرغبون بعودة الأمن والهدوء لسوريا رفعوا علم وقف إطلاق النار ليحموا الإرهابيين عندما رأوا إرادة الجيش والحكومة السورية لتطهير أطراف دمشق. أما الخارجية الإيرانية تنظر إلى الهدنة من زاوية أخرى، فهي تأمل انخفاض العنف والقتل وإيصال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتخفف جانبا من معاناة السوريين. من المؤكد أن استمرار الاشتباكات لا يسر أحدا، ونأمل بأن يؤدي القرار الجديد إلى إقرار وقف إطلاق النار في جميع مناطق سوريا، وأن يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع أنحائها. التباين في الرؤى الدبلوماسية والعسكرية هنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني الاختلاف بين المؤسستين الإيرانيتين، وإنما يشير إلى أن كل منهما يعمل على تسوية جانبا من الأزمة السورية وفق مكانتها ومهمتها. التزام طهران بالهدنة لا يتيح فرصة البقاء لجبهة الإرهاب، وإنما يوصف هنا بالهدوء قبل العاصفة. إذا أخذنا تصريح العسكرة الإيرانية بنظر الاعتبار حول تطهير سوريا بالكامل في غضون الأشهر المقبلة. عقيل عادل، قناة بلادي، طهران. استشهد وأصيب عشرات المدنيين بقصف تركي على عدد من أحياء مدينة عفرين السورية. مصادر أمنية ذكرت أن مدفعية الجيش التركي قصفت فجر اليوم أحياء سكنية في ناحية جنديرس شرق عفرين، ما أدى لاستشهاد 13 مدنيا أغلبهم من الأطفال وإصابة 30 آخرين. وبحسب المصادر فإن أحد القذائف التركية سقطت على مستشفى في قرية حاج خليل وأدت لإلحاق أضرار كبيرة فيه. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أمريكا تحاول الإبقاء على داعش في شرق الفرات داخل سوريا. الشيخ قاسم خلال إطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله حمل أمريكا مسؤولية استمرار المجازر ضد المدنيين في اليمن. تحافظ أمريكا على داعش في المنطقة الباقية في شرق الفرات في داخل سوريا، وأيضا تمنع أي إمكانية للمصالحة
ولا تقبل بأن تدخل في حوار سياسي من أجل الحل، علها تصل إلى مرحلة تشعر معها أنها تكسب شيئا. وفي اليمن هناك تعنت واستمرار سعودي لقصف المدنيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وهم يعلمون أنهم لن يربحوا في اليمن. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار روسي بشأن تجديد العقوبات على اليمن، فيما أسقط فيتو روسي مشروع قرار بريطاني يتهم إيران بتوريد الأسلحة إلى اليمن. المندوب الروسي في مجلس الأمن أكد أن موسكو لم توافق على ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لأنه غير مدعم بقرائن دامغة، ويعتبر رفض مشروع القرار بمثابة فشل للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التي تحاول تحميل إيران مسؤولية تزويد حركة أنصار الله بصواريخ استخدمت في استهداف السعودية. رفضا لاستمرار قصف التحالف السعودي ومواصلة حصاره على اليمن، نظمت منظمات المجتمع المدني وطلاب المدارس وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة داعين إلى الرفع الفوري للحصار السعودي وإيقاف الحرب المفروضة على البلاد. جميل الهرش. بهذه الصيحات التي بحت بها الحناجر تجوب الشوارع تكرر مطلبها الأوحد، وقف العدوان ورفع الحصار عن جميع المنافذ اليمنية. وقفة احتجاجية أبرز من شارك فيها طلاب المدارس وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وفئات اجتماعية أخرى. المطالبة برفع الحصار، إيقاف بيع السلاح للنظام السعودي والنظام الإماراتي الذي بيرتكب جرائم حرب في اليمن. ثلاثة، فتح مطار وميناء الحديدة، فتح مطار صنعاء، إيقاف العدوان. جملة من الرسائل التي يريد المشاركون إيصالها عبر ممثل مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لإيصال مظلومية المجتمع اليمني الأرض والإنسان طيلة 3 سنوات مضت من العدوان والحصار. حضورنا إلى هذا المكان لاستنهاض واستشعار الضمير العالمي، الضمير العالمي في سبات عميق. نطالب من المبعوث الجديد أن يقول كلمته وينصف الشعب اليمني المظلوم لمظلوميته الكارثية الإنسانية. أطفال وطلاب اليمن الضحية الأكبر في كل ما يحدث في البلاد، يناشدون الضمير العالمي أن يلتفت إليهم ولو لمرة واحدة. جئنا اليوم إلى مبنى الأمم المتحدة بأمانة العاصمة لوقفة احتجاجية للمطالبة أساسا بإيقاف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، ثانيا للمطالبة بحقوق المدرسين التي هي واجبة عليهم. نطلب من الأمم المتحدة أن تواصل عملية التعليم عشان يوصل حقوق الطالب اليمني كحقوق أي طالب في العالم. الصمود الأسطوري للشعب اليمني الممزوج بالألم، كما يؤكد الجميع، سيظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمشاريع، وستظل مظلومية الشعب اليمني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي بكل مؤسساته. بات هذا المكان المتنفس الوحيد لكل منظمات المجتمع المدني اليمنية وكافة مؤسسات البلاد للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لاستمرار الحرب والحصار الذي فتك بالبشر والحجر رغم عدم إصغاء المجتمع الدولي لهذا الرفض الشعبي. جميل الهرش، بلاد الفضائية، صنعاء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال نفذت مداهمات لعدد من المنازل في مناطق الضفة واعتقلت 13 شابا بتهمة مشاركتهم بعمليات طعن، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الزهري في مدينة دابلوس وعبثت بممتلكات الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل بتمزيق الاتفاق النووي بعد أن اعتبره أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة. ظريف قال إن إجراءات الحظر الأمريكية لم تستطع إخضاع الشعب الإيراني ولم تتمكن من تهديد أمن واستقرار البلاد، وبين أن الصمود وتضحيات الشعب الإيراني هي التي جعلت إيران قوة إقليمية في المنطقة.
أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوات البرية من مناصبهم، كما قرر الملك السعودي إعفاء نائب وزير الداخلية وأمير منطقة الجوف من منصبيهما وتعيين بديلين عنهما. وكشفت وسائل إعلام سعودية أن جملة الإقصاءات هذه تأتي ضمن حملة منظمة لإبعاد الأمراء والقادة المعارضين لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان. أكدت ممثلية حقوق الإنسان في البحرين أن السلطات البحرينية أسقطت الجنسية عن أكثر من 578 مواطنا خلال السنوات الست الماضية. وكشفت الممثلية عن ارتفاع العدد بشكل دوري مع لجوء السلطات البحرينية إلى سياسات مختلفة في سلب الجنسية عن المواطنين على خلفية معارضة النظام أو ممارسة الحقوق الأساسية، موضحة أن هذه السياسة على نحو ممنهج منذ أواخر عام 2012. دعت قطر مجلس حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار المفروض عليها. واتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول المقاطعة بفرض حرب اقتصادية على المواطنين القطريين المقيمين في الدوحة أو في خارجها، واعتبر أن هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى. أعلن الجيش المصري قتل 11 مسلحا وإحباط محاولة انتحارية خلال عملية العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد ثمر الدفاعي أن قصفا مدفعيا طال 185 هدفا بمناطق العمليات أسفر عن قتل 11 إرهابيا وتدمير مخازن أسلحة وذخائر. الرفاعي أضاف أن الجيش المصري أحبط محاولة انتحارية لاستهداف أحد مقراته في منطقة العريش، حيث تم القضاء على 4 أفراد مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة. إلى العناوين مشاهدينا. عملية تفتيش واسعة يبدأها جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك، والجبهة التركمانية تدعو إلى تجديد الجهد الاستخباري في المحافظة. تحذيرات من مخاطر أمنية في ظل استمرار التواجد الأمريكي في العراق ومطالبات بضرورة إنهاء. خلال لقائه لافروف الدكتور إبراهيم الجعفري يشدد على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين العراق وروسيا. والهدنة المؤقتة في الغوطة الشرقية تدخل حيز التنفيذ، والقصف التركي على عفرين يوقع 10 شهداء وجرحى من المدنيين.